موجز إخباري وهذه أبرز عناوينها. تلاميذ الأقسام النهائية يعودون للاحتجاج مجددا بسبب برنامج استدراك الدروس الضائعة. الأمينة العامة لحزب العمال تكشف تفاصيل لقائها بنائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد جايد صالح. أهلا بكم إلى التفاصيل. تم إجلاء العديد من الرعايا الجزائريين من إفريقيا الوسطى بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في هذه البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. الرعايا الجزائريون سيصلون ظهيرة اليوم إلى مطار هواري بومدين الدولي. عاد تلاميذ الأقسام النهائية والمقبلين على الامتحانات الرسمية إلى الاحتجاج والخروج إلى الشارع بسبب برنامج استدراك الدروس الضائعة بعد الإضراب الذي دام لأسابيع، وهذا في تصاعد جديد لأزمة استدراك الدروس الضائعة التي نصبت بشأنها وزارة التربية الوطنية لجنة خاصة. جينا اليوم باش اليوم الثاني باش نسحقوا المطالب تاعنا اللي ضلوا يبروميو لنا ومن بعد ينحوها. الاساتذه طالبوا بالحقوق تاعهم كي هضرنا لهم، عطاو داو الحقوق بصح ما عطاوناش واجبات، ما داروش الواجبات تاعهم. اليوم احنا نسحقوا المينيستر باسكو يضلوا يجوا يهضروا معانا يقولوا لنا هاي ليك وهاي ليك، الباك ما تبدلش والامتحانات يقعدوا تاجلوا. واليوم يقول لك الامتحان نهار الاربعاء. Nous sommes en grève et on va continuer de faire la grève حتى وين يستجيب، حتى وين الوزير كش ما يستجيب لنا. حنا نسحقوا يا كل لي زيكري كي غاس، حنا نسحقوا ان تروك باين. عندنا المطالب تاعنا هي عدم الدراسه في العطل لاننا بحاجه اليها للمراجعه لشهاده البكالوريا. ثانيا نرفض التعويض، استحاله تعويض الدروس الضائعه حتى لو كان نقراو شهرين ما نقدوش نعوضوا. في شان مختلف وفي تفاصيل لقائها الأخير بنائب وزير الدفاع الوطني أحمد جايد صالح، قالت حنون أن جايد صالح وجه تعليمات حتى يصوت أفراد الجيش في الرئاسيات كبقية المواطنين. نعرف بعضنا وتطرقنا لمختلف دونك جوانب هذه المسائل وللوضع العام في بلادنا للانتخابات، حيث ألح أنه المرة هذه أنا نأكد عناصر الجيش الشعبي الوطني سوف يصوتون مثلهم مثل باقي المواطنين في السكنات. قال لي مثلهم مثل باقي المواطنين وأنا ألحيت. قال لأنه الإشكال كي صوتوا في السكنات طعن فيها، لما صوتوا خارج السكنات قال مرة هذه يعني تعليمة صارمة. هذا وكشفت لويزا حنون عن بعض مجريات الحديث الذي دار بينها وبين الفريق جايد صالح حول اعتداء تيغن تورين وكيف كان قائد الأركان والرئيس يتابعان يقول العملية. ولو أعطاني معطيات يعني جد هامة فيما يخص كيفاش استعد الجيش في تيغن تورين، كيفاش واجه هذيك الوضعية، كيفاش الخطة اللي داروها باش يحاصروا الإرهابيين، المجموعة الأولى ثم المجموعة الثانية. وسيد جايد صالح هو كان المتتبع الأول لهذه العملية. شكون؟ سيد جايد صالح هو كان اللي تي لو بريمير ريسبونسابل دو هو اللي كان المتتبع اللي في أرض في الميدان، ولكن رئيس الجمهورية كان يتبع. نعم. رئيس الجمهورية كان يتبع من المقام نتاعو وكان توصل له المعلومات يعني باستمرار. سياسيا دائما ينتظر أن يتقدم موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية إلى مقر المجلس الدستوري عشية اليوم لوضع ملف ترشحه لدى هيئة مراد مدلسي، وبذلك سيكون موسى تواتي الذي يخوض غمار الرئاسيات للمرة الثانية على التوالي أول الوافدين إلى مقر المجلس الدستوري. هذا ويراهن تواتي بالدرجة الأولى على إمضاءات منتخبيها في المجالس المنتخبة. في موضوع آخر، كثيرا ما صنع عالم وقول الفلك لوط بوناطيرو الجدل بخرجاته، وآخرها قول إعلانه نية الترشح للرئاسية القادمة. محمد بومجو أعد لنا هذا البورتري. يعد الدكتور لوط بوناطيرو أحد الشخصيات الأكثر إثارة للجدل، فهو أحد الباحثين الجزائريين في اختصاص علم الفلك، حيث نال العديد من الجوائز والميداليات أينما حل، وذلك اعترافا له بإسهاماته العلمية حتى اشتهر لدى الأوساط الشعبية من خلال بحوثه. الباحث بوناطيرو اليوم يخوض التجربة الثانية له للوصول إلى كرسي الرئاسة بعد أن عجز سنة 2009 عن جمع النصاب القانوني من التوقيعات.
وهذا بطلب وإلحاح من الأسرة العلمية والثقافية للجزائر. وكان لنا أن قدمنا برنامج تاريخ في 2009، ولكن لم نتمكن من جمع كل التوقيعات، السبب اللي خلانا لم ندخل إلى المعترك. يوميات بوناطيرو كمرشح محتمل للانتخابات المقبلة في الشارع عادية، حيث يبدأ يومه متنقلا بين المحلات لاقتناء مستلزماته، محتكا في نفس الوقت بكل المحيطين به لنقل أفكاره إليهم. يعود بعدها بخطوات ثابتة إلى مكتبه، حيث يقضي جل يومه موازنا فيه بين العمل ومواجهة أكبر تحديات تحقيق الوصول للمنافسة على كرسي الرئاسة. ولدينا تدعيم والناس يسعون إلى جمع التوقيعات، ونحن قاربون من إنهاء العملية والاستكمال النصيب المطلوب يعني. الباحث بوناطيرو بدأ يجهز برنامجه لإقناع الشعب الجزائري بقدرته على تولي زمام أمور مسؤولية قيادة الجزائر. الخط السياسي تاعنا هو الأصالة والحداثة، يعني نريد أن نحتفظ بأصلنا، ونريد أن نصل إلى الركب الحضاري، ولا يتم ذلك إلا بممارسة العلم والتكنولوجيا الحديثة. أما فيما يخص شعار حملتنا فهو العلم، العمل والأمن. ويبقى أمل بوناطيرو للبقاء في هذه المنافسة على عكس استحقاقات 2009 هو الوصول إلى النصاب القانوني من التوقيعات. من الشأن الوطني إلى الدولي، يعاني سكان قطاع غزة من أزمة حقيقية في السفر نتيجة استمرار إغلاق معبر رفح البري الوحيد أمام الغزويين، ما تسبب في خلق أزمة إنسانية خاصة المرضى وأصحاب العمل. مراسلنا في غزة شعيب يوسف زار معبر رفح وأرسل التالي. أزمة حقيقية يعيشها المسافرين الفلسطينيين. نواب المجلس التشريعي الفلسطيني عقدوا جلسة خاصة قبالة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة لمناقشة دواعي استمرار إغلاق المعبر على سكان القطاع تزامنا مع مرور 8 أعوام على حصار غزة. لنعلي صوتنا أمام العالم كله، أمام المجتمع الدولي وأمام الدول العربية وقادة الأمة العربية والإسلامية، أن فكوا الحصار عن قطاع غزة. هذا هو كان الهدف من هذه الجلسة. 16 يوما على إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح، ما تسبب في خلق أزمة حقيقية لآلاف الغزيين من المرضى والطلبة وأصحاب العمل والإقامات في الخارج، وسط نداءات فلسطينية بفتح المعبر وإنهاء هذه الأزمة. حقيقة واقع أليم، واقع مر، حيث أن المعبر مغلق ل 16 يوم على التوالي أمام المواطن الفلسطيني. هناك مرضى، هناك أصحاب إقامات، هناك طلاب لا يتمكنون من السفر، فقط يفتح للمعتمرين اليوم وغد. فلذلك مرة أخرى نحن نناشد الجانب المصري بإعادة فتح المعبر. يبدو أن أزمة معبر رفح آخذة بالتصاعد، لا سيما في ظل العلاقة المتوترة بين حركة حماس التي تحكم غزة وبين السلطات المصرية، إضافة إلى غياب فرص تحقيق المصالحة الفلسطينية التي يعول عليها لحل هذه الأزمة. شعيب يوسف، قناة النهار، من أمام بوابة معبر رفح جنوب قطاع غزة. بشأن دولينا، وإياكم إلى طي أوراق هذا الموجز. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة.